شيخ 40 سنة. نعم. ما تعبت؟ لا والله، والله الدعوة مسعدة والله. أنا أقول للدعاة الدعوة مسعدة، يعني إذا كان تاجر عم يربح كثير ما بقول مليت، لا ما بمل. ما دام في ربح ما في ملل. وأنا بقول كلمة، في داعية بالشام كبير مات بال97، كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. كان إذا رأى شابا يقول له: يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. سئل مرة: ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا.